الكلام اللي احنا قلناه في الاوز بي اف فيرجن 2 هو هو الاوز بي اف فيرجن 3 بس ده بيشتغل مع الاوز بي اف مع مين؟ مع الاي بي فيرجن 6. دي شبكه محطوط عليها ايباد فيرجن 6 عايزين نشغل عليها الاوز بي اف. نعمل ايه؟ نيجي كده اهوت على الراوتر انيبل كونفيجر تيرمينال اي بي في 6 راوتر اوز بي اف ورقم الاوز بي اف. قال لك خد بالك انت كده بتشغل الاوز بي اف لازم هنا تعمل الراوتر اي دي مانوال بايدك صح؟ لان هيجيب منين؟ ما عندوش اي بي فيرجن 4 واحنا قلنا الراوتر اي دي باي بي فيرجن 4 فلازم يا معلم باسم كده من الاول كده هندسه اقول له راوتر اي دي 4 وحادي حبيبي من الاول كده ده لازم المانوال بقى. وبعدين ما فيش هنا كوماند نتورك امال في ايه؟ انا عايز اخلي الاوز بي اف يبعت الابديت على الانترفيس دي يبقى اخش جوه الانترفيس اهو شفت الجمال زيرو على 2 على زيرو زيرو على زيرو على زيرو اسمها كده بقول الاسم غلط اهو اي بي فيرجن 6 اوز بي اف رقمه ايه؟ 1 اريا ايه؟ 0 بس بقت الانترفيس دي شغاله بالاوز بي اف 1 اريا 0 تمام اكزيت انترفيس فاست زيرو عليه يا عم ما فيش فاست يا عم في جيجا ده احنا الراوترات عاليه اي بي في 6 اوز بي اف 1 اريا ايه خلاص يا عم انا كده الاوز بي اف على الراوتر الاولاني يا سلام ايه الالاجه دي ايه ده قديم ده جديد ده لا هنكتب بقى ايه اوز بي اف ايه فيرجن 3 تمام كده عشان الناس تكون ايه واخده بالها يبقى راوتر اوز بي اف ايه 1 راوتر اي دي ده كان لازما بايديا وبعدين تخش جوه الانترفيس سيريال 0 على 2 على 0 اقول له ايه مفيش سيريال 0 على 2 الله يكرمك دي كان غلطه اهي سيريال 0 على 0 على 0 هنا في التوبولوجي دي واقول له اي بي فيرجن 6 اوز بي اف 1 اريا كام 0 واكزت ورحت داخل جوه الانترفيس الثانيه اللي هي جيجا 0 على ايه على 0 اي بي فيرجن 6 اوز بي اف 1 اريا ايه اريا 0 شكرا كده الراوتر اون خلص اتنين على واحده بقى مش واحده بقى مش المخرج بس الراوتر طلع الاثنين اهو بيطلع هنا على هنا وعلى هنا ممكن انا مش بتاع السويتش خاصه معلش راوترات بس انا كمان بشرح بعملها لك تمام طيب الراوتر ده عايزين نشغل عليه الاوز بي اف بس عليه كام انترفيس؟ ثلاثه هنيجي اهو اقول له انيبل كونفيجر تيرمينال خد بالك انا كنت كاتب باي ديفولت زمان اي بي فيرجن 6 يونيكاست ايه؟ فاكرين الكوماند ده؟ لما جيت احط اي بهات ده لازم يكون مكتوب اصلا من زمان اكمن انا مخزن وانا كاتبه فانا ما بكتبوش طيب اي بي فيرجن 6 راوتر اوز بي اف ايه؟ اي راوتر اوز بي اف 1 راوتر اي دي 4 اتنات بقى كان هناك 4 وحيد 4 اتنات صح؟ اي بي فيرجن خش جوه الانترفيس يا عم الاول انترفيس سيريال انا ما اعرفش انت ما خرجتش ليه؟ ما اعرفش انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 اي بي فيرجن 6 اوز بي اف 1 اريا كام؟ زيرو اكزت انترفيس سيريال زيرو على زيرو على واحد هو يا عم سيريال زيرو على ايه على زيرو على ايه على واحد ها اي بي فيرجن 6 اوز بي اف 1 اريا ايه اريا زيرو اكزت انترفيس جيجا زيرو على زيرو اي بي في 6 اوز بي اف 1 اريا ايه زيرو اكزت اديني رايت بقى كده ايه زي الفل خد ده ايه يا معلم كوبي وحطه في النوت باد يا سلام هو بس كده بس كده مش عارف ليه انت معصب الدنيا ومكتر الدنيا على نفسك اهو
باشا حد نفسك وقت يا باشا كل يوم تقعد تذاكر فيه اساس النية. والله العظيم بكلمكم جد. اليوم ما حدثتها وحدثت وقت لنفسي كده وبقيت في الشارع. كويس تبقى حاجه مفيده برضه. ذاكرتها بقى مثلا قبل الساعه 1 ده قبل الساعه 4 زي الفل. اصحى الصبح الشارع بس مسكت الحمد لله. انا باخد الرجاله دول زك... خليهم يذاكروا معايا. احنا بنفكروا بعض ازاي في كومن الصراحه. فين يا باشا؟ طيب ار 3 بقى ار 3 ار 3 اهو ار 3 هعمل ايه في ار 3؟ بس قول لنفسك قول لنفسك والله لما انت اي بي فيرجن 6 راوتر او اس بي اف اي 1 راوتر اي دي 4 تلاتات اكزت انترفيس سيريال 0 على 2 0 على 0 على 1 هو اسمه كده في الراوتر ده اهو 0 اي بي في 6 اهو اي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا ايه اريا 0 اكزت انترفيس جيجا 0 على كام؟ على 0 اي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا كام؟ اريا 0 اكزت بس يا عم اكزت ورايت بقى. شوف لما يجي لك كده كنترول شيفت 6 لما تكتب كوماند غلط والراجل يقعد يدور عليه تمام رايت كنا عاملين في مره قعدنا ندور عليها انا وانت ما عرفناش نجيبها هي جت لوحدها انا عملتها عمال اعمل كوماند غلط ما عرفناش نجيبها كان في سؤال اللي احنا كلنا عليه وقلت اللي هيجيبه ان هو ما حدش جابه ولا حد دور وانت فاكر السؤال ولا انت فاكر السؤال ده المفروض تدفع 20 جنيه بس انا افتكرت الوقت كان بيجيب الماك منين كان بيجيب الماك منين ايوه قول لي بقى يا معلم كان بيجيب الماك منين تعال كده نشوف ده الاول اهو محمد يا عم محمد انا بس اقول لك تعال انا انزل معاك مثلا الاسبوع المره اللي جاي على الريف فيجن دول مثلا وطلع ومقول على الشبكات دي شوف نفس الحكايه بص كده بص اهو هعمل لك اهو نفس الحكايه اهو طلع جدنا محمد فيهم بص يا معلم لسه احنا كده الاسباب اصلا ده بيزك لسه ده البيزك اللي احنا بنعمله ده بيقول لك ده ما خدش اي بي اللي هو ده حط له اي بي ده كان الاي بي بتاعه كام يا معلم 2001 الشبكه كام بتاع الراجل ده 2001 اربع خمسات اربع خمسات اربع خمسات تمام كده ونقطتين اتنين سلاش كام 64 هو كده خد اي بي طب الجيت واي بتاعته لا ده عايزه جوه بقى نخش نعمل ايه شوهايه كده شو اي بي فيرجن 6 انترفيس ايه بريف قال لك والله الاربع خمسات ده ادي الاي بي بتاعها شايفينها كان واخدها بالماك اهو اهو طب ده واخد اي بي شوف كده ما خدش رقم اي بي تعال 2001 اربع وحايد اربع وحايد اربع وحايد 2 سلاش كام 64 طب الجيت واي بتاعه لا نخش يا معلم نشوف المكان نشوف شو هاي شو اي بي انترفيس ريف الدين فين يا عم لا شو اي بي فيرجن 6 صح الكلام فيرجن 6 بريف اهو هذا الاي بي بتاعه يبقى ده الجيت واي بتاعه هنا اهو
حلو الكلام كده. فلما توجيت وقفت هنا وقلت له بنجاية على 2001 اربع خمسات كمان اربع خمسات كمان اربع خمسات نقطتين اتنين ببنج اهو مفيش اي مشكلة. لو باكت عايزة تروح من هنا لهنا عسل خالص اهو. ما فيش غير طريق واحد. طب لو في طريق تاني برضو نفس الكلام الكوست وكوست واحد ونص ميجا او عشر وثمانية نفس الكلام بالظبط. بس كل الكوماندات اللي خدناها اللي فاتت بدل ما هنكتب شو اي بي روت مثلا لا شو اي بي في 6 روت اهو شو اي بي في 6 روت يجيب لك الراوتنج تيبل بتاع الفيرجن 6 شو اي بي في 6 اوز بي اف نيبر يجيب لك الجيران بتوعك شو اي بي في 6 داتابيز يجيب لك الداتابيز بتاعتك كل حاجه بالظبط بس كلمه تمام. طب عايز اجيب البروتوكول شو اي بي في 6 بروتوكول فيجيب لك الراوتنج بروتوكول شغال او شو اي بي بروتوكول قال لي الراوتنج بروتوكول شغال ايه اوس بي اف 1 حلو الكلام كده. حتى في بس بانترفيس في بس بانترفيس كونفيجر تيرمينال اي بي في 6 راوتر راوتر اوز بي اف اي 1 باسيف انترفيس وادي له اسم الانترفيس اللي مش عايز ابعت عليها ايه ابديت. كل الكلام اللي خدناه هو هو بس كلمه في 6 قبليه مع الاي بي تمام. فهو الراجل اهو بيقول لك حتى الاوز بي في فيرجن 3 تمام هو هو الاوز بي في فيرجن 2 بس ده بيشتغل مع الاي بي فيرجن 6 حلو الكلام. بيقارن لك ما بينهم ان احنا كل كوماند كوماند النتورك مختلف بنخش جوه الانترفيس ونشغله. اما دي في كوماند نتورك ده بيبعت الابديت 224.005 ده اف اف 025 يعني ده المالتي كاست ادري بتاع الاي بي فيرجن 6 ده لما نيجي نبعت للريس نبعت له على 6 ده نبعت له على ايه اف اف 026 تمام. ده لازم كوماند اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتنج تمام خلاص. وده البلان تيكس ده ايه اوثنتيكيشن. هذا الكوماندات اللي احنا خدناها ازاي نحط ايبات للانترفيس تمام وازاي نعمل له انيبل اهو اوريكم اهو اي بي فيرجن 6 راوتر اوز بي اف 10 راوتر اي دي صح الكلام. اوتو كوس ريفرنس بندوس ده خدناه عشان نغير المقا الباست لو اللي انت عندك جيجا و2 جيجا تمام. ازاي بعمل الراوتر اي دي اي بي فيرجن 6 راوتر اوز بي اف 10 راوتر اي دي واديله الراوتر اي دي. ازاي اخش جوه الانترفيس واخليها تشتغل اخش داخل كل الانترفيس واقول له اي بي فيرجن 6 اوز بي اف 10 اريا 0 انترفيس 0 على 0 على 0 اي بي فيرجن 6 اوز بي اف 10 اريا 0 انترفيس اللوب باك هنا بتعمل فيرجن 6 اللوب باك اللوب باك فيرجن 6 برضه لو انت عايز بس انت هتعمل لوب باك ليه ما كده كده بياخد الاي دي مانوال اكيد مع بلان بيتعمل يبقى اكيد لازم. طب ليه انت عايزه ليه هنا تمام اكزيت انترفيس لوب باك 0 حلو اي بي في 6 ادرس 2001 نقطتين 1 سلاش 64 نو شوت داون ماشي. شو اي بي فيرجن 6 نيبر هيجيب لك الجيران بتوعك شو اي بي فيرجن 6 بروتوكول هيجيب لك الراوتنج بروتوكول شغال شو اي بي فيرجن 6 اوز بي اف انترفيس بريف هيجيب لك الانترفيس اللي بيطلع عليها اوز بي اف تمام. الراوتنج تيبل شو اي بي فيرجن 6 روت يجيب لك الراوتنج تيبل شو اي بي فيرجن 6 روت اوز بي اف هيجيب لك الشبكات بس الاوز بي اف جابها والشابتر سمري. الحمد لله نقفل الفيديو ده.